السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. زول فلاوان بجو لي زامي ميليتون دو لا ديموكراسي اون الجيري، تبعوا مليح. كان يقول لك مثلا نفرح انك يقولوا لي راك تهضر غير على رشاد وزيطوط، تسمى انتم اصحاب زيطوط تونكوراجيوني هكذايا. هذا الانسان لازم نقولوا شكون هو العدو تاع الشعب الجزائري، ماشي تاع الدولة، تاع الشعب. لازم نوروه للشعب هدايا، هذا لازم الناس تعرفوا. هذا الكريمينال هذايا، هذا في وقت كيما رانا عايشين درك هذا الكورونا فيروس وفي لو موند اونتي وباء وكذا، هو راهو يبروفيتي من هذا المرض هذايا، وراهو يمشي ضد الشعب وضد وقاية الشعب. باسكو علاش في وقت هذا لازم نساو كاع المشاكل تاعهم دو كوتي، باسكو عندنا حرب ضد واحد العدو اللي ما تشوفوش، ينجم يكون ساكن فيك وانت ما على بالكش. ستادير لازم نحطوا اليد في اليد كامل، شعب ودولة. هذا راهو يقول لكم ايه تحاربوا كورونا، بعد ما كان يقول بلي كورونا داروها الدولة، بصح ما تساندوش الدولة وما توقفوش مع الدولة. ستادير كيفاش تحب تداوي انت هاد الشيء هدايا، هو امر يهم دولة وشعب. هذا راهو يمشي ضدكم، راهو ماذا بيه تمرضوا وتموتوا باش هو من بعد تكون عنده الدارية يقولك شوفوا ما خدموش وما داروش وما كاش. راكو بلدان كيما فرنسا والطليان وكذا وراهم حاصلين فيه بلي زوبيطو اللي عندهم والسيرفيس دو سونتي اللي عندهم فرنسا وكذا، راهم حاصلين. هذا راهو يستعمل دوك في الفيروس هدايا باش يخدم خدمة واحدة أخرى، ويحوس يقولكم بلي أنا هو اللي قتل الشعب ما تخرجش. راكو هو سي فو، عنده سمانة سمعوا واش كان يقول، تبعوا واش كان يقول عدو الشعب هذايا. قال لك لقاو فيروس كورونا اليوم، قال لك لقاو فيروس كورونا، قال لك والعالم كاع، بصح كي نحكي الجزائر قال لك لقاو في الجزائر. يا حتى لو كان يقعد عندنا مليون فيروس، كل يقعد عندنا مليون مصاب في الشعب الجزائري سيستمر الخروج. سمعت واش كان يقول؟ عنده زمان بركه. يا لو كان يكون عندنا مليون مصاب، الشعب الجزائري كمل يخرج؟ شو واش كان يقول؟ ستادير يموتوا 200,000 ولا 300,000 ولا سي با بروبليم، ماشي مشكل، خليه يموتوا. هذا تقول لي ما نهضرش عليه؟ كيفاش نخليه يهضر للشباب تاعنا هكذا؟ نورمال لي جون تاعنا، روحوا تشوفوا لي كومونتير شحال عنده. يا هاد الناس يكونوا واعيهم، حتى ولو ما حبوش توعوا هذه سنين وهذه شهور، بصح حنا نقعدوا كل يوم نوعيو فيهم، باسكو دوكا راهو الخطر على كاع البلاد. ماشي امر حكومه ولا شرعيه دوله ولا لا، دوك راهو مرض كبير هذايا، انتبهوا مليح. ولن تستطيع ان تمنعه، وسواء صدق هذا الفيروس ولا انتم اختلقتوه، فان راني قلتها قبل 3 أسابيع ولا 4، قلت رايحين يحاولوا بقدر الامكان يستغلوا هذا الموضوع نتاع فيروس كورونا. هل هناك مشكل في كورونا والفيروس هذا والفيروس هذا؟ نعم كاين، وجاء من الصين. علق احد الفضلاء قال لك ارادت الصين، تعرفوا الصين دارت جرائم كبرى مع الايغور. الايغور والله دوك هنا يدخل لكم على الايغور وكذا، يضرب الصين. باسكو علاش الصين وقفت ضد عليهم في سوريا اصحابه وكذا، فهمتوا كيفاش؟ تعرف دوك يضرب الصين هو، تسمى دوك هو الجزائريين يهضروا مع الصين باش يكرهوا الصين الجزائريين، تبعوا مليح. والصين بعتوا دي ميتسا حتى للطليان باش يداوي ليزيطاليان. شوفوا هذاك الانسان، ذاك الشيطان بليز. هما هم مسلمين لكنهم من عرق غير صيني، يعني هما اصولهم اسيويه غير صينيه. فالصين قبل من 3 سنوات الى اخره، وهي تاخذ من عندهم اولادهم وتمنحهم من الصيام، مش صلاه برك، خلي الصلاه ما نحطوه، الصيام منعتهم منه، ومن بعد عاودوا تطوروا ولاو لازم ياكلوا الحلوف ولازم يشربوا الخمر في البيوت. ومن بعد لما ما مشاتش الامور ولاو يجيبوا لهم ناس صينيين يسكنوا معاك في الدار. تخيل انت عندك انت وزوجتك وثلاثه اولاد، يجيبوا لك نقولوا انا ما نقولوش صينيين، نقول لك برك يجيبوا لك جارك الجزائري اللي بجنبك، يحتموا عليك ويحطوه في الدار ويقول لك لازم يسكن معاك. كيف يصبح كيف تصبح حياتك؟ فما بالك اذا جابوا لك واحد ماهوش كيما انت في ثقافتك وفي دينك وفي لا جابوا لك واحد ما عندك حتى علاقة به، لا في الشكل ولا في اللون ولا في الاسم ولا في الأخلاق ولا في العقيدة ولا في اللغة، لا شيء يجمعك.
ويجي باش يعسك مش برك باش يسكن معاك. هكذا فعلت الصين. فعلق بعض الفضلاء قال لك منعت الصين على الإيغور، منعت عليهم على نسائهم الحجاب فلبسوهم النقاب. الآن الصينيين كلهم نقبين كما تشوفوهم، ووضعوهم وضعوا هؤلاء المسلمين في أماكن في حجز. فإذا بالصين اليوم تحجز مدن بأكملها، يوهان هذه يقال أن في 10 ملايين منطقة يوهان كلهم راهم في لاكارونتين، كلهم راهم في الحجز. شوفوا داك المنطق يا الخاوة وش حب يقول هو بهذه الهضرة هذه، تسمى باللي زعما الآخرين الصين ماشي مسلمين، حقروا المسلمين، حجزوا المسلمين، حتى ولاو هما حجزوا مدن كبرى باش ربي يجاب عليهم. معليش حنا نتبعوك، وعلاش مكة مكة ماشي محجوزة درك هاتيك؟ شوف تسمى مكة هاي الكعبة ما كان حتى واحد قدامها، الجوامع راهم مغلوقين، تسمى ربي كيفاش ضرب المسلمين قالا؟ تقولوا فهمني هذا المنطق ما يقدرش يفهمه لك. شتو الغباء كيفاش تغبى الناس؟ قتل العقل يقتل لك عقلك. تسمى يوريلك بلي زعما باسكو نحاولهم الحجاب ولاو متنقين منقبين وكيحجزوهم كامل ولات كاع مدن كاع محجزه، ونساب لي بلدان المسلمين انا كاع هكداك. مكة مكة بيت الله. شوف المنطق اللي يصير منه هو. انا باش نوريكم بلي هذا سيتان ديابل، سيتان ديابل صح بوريك هو حمار تاع لي ديابل. شو الحمار شيطان، فهمتوا كيفاش؟ اسمع الشيطان في جسم حمار ماشي في جسم انسان، جسم انسان. تبعوا مليح شوفوا. سبحان الله. ويقول سبحان الله. اذا الكورونا هذه ممكن يستخدموها بطريقه بشعه، درك طبعا اعلامهم يبدا ينفخ في الموضوع، واليوم هاي كاين حاله غدوة يقولوا لنا كاين 10، بعد اسبوع ممكن يقولوا لنا كاين 50، هما كاع الهدف باش من بعد يقول لك اوكي راح نمنعوا المظاهرات ونملوا احتجاجاته. وانا اقول لهم من الان يعني كورونا ولا انتم تبونا ولا الجنرالات تبونا، كورونا ولا فيروس حقرونا اللي راه سايد في البلاد، كورونا ولا الفساد والرشوه والقهر والسجن والفوضى من الاحسن الناس تموت بمرض من فيروس فيروس على ان تعيش تحت القهر. سمعتوا يا الخاوه، هو عايش في الانجليز، ولادو عايشين في الانجليز في امان، هو يقول لكم معليش تموتوا بالفيروس ولا القهر وكذا، زعما معليش موتوا بالفيروس، خرجوا برك تبعوا مليح تحت الظلم كما مرت كل هالسنوات تحت الحجرة. ولذلك الشباب اللي كانوا يفضلوا يموت في البحر ما يبقاش، ياكلنا الحوت وما ياكلناش الدود، والدود كانوا يعنوا به كل شيء من ظلم السلطة إلى ظلم المجتمع إلى ظلم. فراهو يكون عندكم حالة كورونا واحدة ولا 100 ولا مليون، صدقوني هذا الشعب مش هيتوقف، مش هيتوقف. شتو كاشو كوراجي الشعب باش ما يتوقفش؟ عندكم واحد، لا عندكم 100 ولا عندكم مليون مريض، الشعب ما راحش يتوقف. شوف اكو داكور معاكم، متوافقين مع نتوما، اكو بينتو له بلي ماشي متوافقين معاه، نبينو لك بلي ماشي متوافقين معاك اسي زيطوط. ومن بعد يقول لك بلي احنا الاحرار اللي حبسنا لي مانيفيستاسيون. شوف تبع مليح، لازمكم تنزلوا الجيش كله والشرطه كلها والضرب كلها، واذا فعلتم ذلك فانكم ترتكبون حماقه ليس بعدها حماقه. وهو هذا واش كان، واش حب واش كان حاب؟ كان حاب الشعب ما يدخلش، بس على بالو بلي لو كان الشعب ما يدخلش يخرج الجيش اوبليجي، ومن بعد دوروها حراك يقول لك حب يحبس لنا الحراك. هو حب يصطدم الجيش مع الشعب، ولا حب الشعب يموت بالكورونا كذا باش تكون كاتاستروف في البلاد، باش هو يستعملها ويقول لكم فوالا هاي الدوله هي اللي قتلتكم، وهي اللي ما دارتش السبيطارات، وهي اللي ما دارتش كذا، وهي راهي فرنسا الطليان الالمان كاع راهم حاصلين في لي زوبيتو تاعهم، راهم كاع خايفين. فرنسا ما قدرتش تحكم لي زوبيتو كامل، راهم ديبوردي سيستيم دو سونتي كومبلي، ماشي غير لي زوبيتو، سي دي مليار دي مليار رايحين يخسروهم، ماشي غير في لا سونتي، في ليكونومي، في كلش. تسمى طاحت البلدان، طاحوا لورد، وهو
يقول لكم لا لا ما تدخلوش لو كان كاين مليون، وخلي يخرجوا الجيش ولا بوليس ترتكبوا حماقه. هما ما يرتكبوا حماقه ما والو، لو كان قاعد شعب الزنقه يخرج لك الجيش وكاع يعطوه الحق، لو موندونت يعطيه الحق. شفتوا كيفاش حاب يرميكم على راسكم بالسنتيمون والاسلام وكدا، هاي الخدمه ديالو شنو هي؟ اظن هذا لازم ندينونسيوه، ما نقدوش نخلوه يهضر هكذا وحده، امبوسيبل، باسكو هذا راه واقف ضد الشعب الجزائري، واقف ضد الشعب. هاي القضية اللي ما فهمتوهاش، ما راهوش معاكم ما يحوش عليكم هو، هو بور لويس اون فونجونس، يحوس على الطار، باش يخلف الطار خاطش على بالو باللي ما يزيدش يدخل البلاد، باللي يموت في الغربة، هكذا كي الكلب، على فعايلو. تبعوا مليح زيد نوري لكم، شوفوا واش كان يقول على لي فواياجور. قالك علاش يجيبوهم، حاول نوريكم. وأحرارهم الذين اتخذوا القرار تعليق مؤقت للمسيرات وليس عصابة الحكم. شتو قالك الأحرار تسمى هما يهضر على روحو، تسمى حنا اللي قلنا نحلقوا المسيرات، هو عنده سمانة كان يقول لك ما يحبسوش المسيرات. شوفوا كيفاش يحب يتنقلب، كيفاش يحب يدي ليه كلش. قالك الحراك حنايا كلش حنايا، ما الحراك نحبو نحبسو نحبسو. التحقت بعد يومين بعدما تأكدوا من أن الناس سيستمعون للأحرار، واليوم جرائدهم وبعض ذبابهم يريدون أن صناعة التاريخ أو يريدون كذب على التاريخ العلني. قال لك هم ناس ما خرجوش، هذه أوامر تبون، لا تبون لا المزور لا اللي جابوه العسكر لا غيره. إذا التزم الشعب الجزائري اليوم أحراره أغلبيته لعدم الخروج فلأنهم استمعوا لصوت العقل، وهم طبعا يحركهم العقل وتحركهم عزة هذه البلاد، وفهموا من أن في هذه اللحظات التي يسود فيها مرض عالمي فإن من الأفضل أن نحافظ على النفس وأن نحافظ على هذه البلاد وأن لا نساهم في نشر الفيروس تحت أي ظرف كان. في الوقت اللي يلتزم فيه الشعب الجزائري بهذا، رغم مرارة الموقف، رغم حساسية القرار، فإن العصابة ما زالت مستمرة في غيها، في تصرفاتها الخاطئة. اليوم اسمعوا التصرفات الخاطئة وشنو هي، تبعوني مليح، تبعوا مليح. أعلنوا في كتاباتهم من أن هناك 9 رحلات، ما زالت 9 رحلات سيتم نقل العائدين. وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية مخطط لإجلاء 2287 رعية جزائرية عالقة في مطارات أجنبية لأرض الوطن عبر 9 رحلات جوية. من بين هذه الرحلات الجوية، واحدة ستأتي غدا على 9:30 إلى العاصمة من روما. ما زالوا يستوردوا في الكورونا وكأنها مقصودة. هذا يعني بروا هما لما جاءوا قالوا لهم الناس لماذا ما زالت الاجواء مفتوحه. قبل ايام كانوا يقولوا باش نجيبوا الجزائريين تاعنا اللي في الخارج، ما كانوش فقط جزائريين اللي يجوا، كانوا اجانب يجوا، كانوا صينيين يجوا، كانوا ايطاليين يجوا، كان هذه من جهه. الجهه الثانيه هو انه الناس قالت لهم، ولعلكم استمعتم، انا هنا قلت عده مرات، الان متعارف عليه ان الجزائر ما هيش مركز لهذا الوباء، وأن الوباء اللي بدأ في الصين انتقل إلى أوروبا، وأن نقل الجزائريين من أوروبا بشكل أساسي يعني نقل احتمال كبير للفيروس. سمعتوا أمس تابعنا، قرأت عليكم هنا تصريح لمسؤولة مديرة فرعية في وزارة الصحة تقول ما معناه من أن تقريبا كل حالات أو قالت كل حالات الكورونا هم من أناس جو من الخارج أو من أناس كان التقوا ناس جو من الخارج، التقت لهم العدوى، أي أن العدوى نقلت من الخارج إلى الداخل. هذا مفهوم طبيعي منطقي معروف،
لماذا يصرون على اتخاذ القرار الخاطئ؟ قال لك جراد قبل أيام رد على المنتقدين، قال لأننا نحن ما نفرطوش في أبنائنا في الخارج، هناك مئات الآلاف من الجزائريين اللي فرطتوا فيهم وراكم مفرطين فيهم، هناك آلاف الجزائريين اللي راهم في السجون في دول خارجية، هناك مئات اللي راهم يبيتون في العراء في الشتاء مش في الصيف فقط، وهناك وهناك وهناك. إذا هذا العذر الحقيقة هو هذا الكذب. ما تفهمش علاش يصرون على ذلك. الناس عطتهم حلول أنه كان بالإمكان الإبقاء على الجزائريين اللي في الخارج. نعم نعرف أن هذا قد يتضرر لبعض الناس، بضعة آلاف من الجزائريين ما يعجبهمش الحال، بعض أسرهم ما يعجبهمش الحال، لكن أمن الأمة ككل، أمن البلد ككل، أمن الشعب. سمعتوا قال لكم كان اللي ما يعجبوش الحال بصح معليش أمن الأمة، دوكا يحوس على أمن الأمة. تبعوا مليح. ككل، أمن الوطن ككل، أهم. أهم منكم. أمن الجماعة أهم من أمن الفرد أو أفراد. إذا تعارض المصلحتين. إذا كانت هناك عدة طرق، وهو أن الجزائريين موجودين في الخارج تفتح لهم مراكز، تؤجر لهم فنادق، تؤجر لهم مراكز، تعطى لهم أموال، وحتى يستطيعوا أن يقوموا بحالهم ويبقوا في الخارج. إذا ما أصيبوا بمرض فإن اللي موجودين في أوروبا بكل تأكيد، بكل تأكيد أوروبا والصحة فيها مليون مرة أفضل من الجزائر. شكرا لك يا نورين. أما أعطوا دراهم بكل تأكيد، يعني هذه لا يجدد فيها اثناء أو يخلص. حتى في تركيا اسمعوا على تركيا الوضع الصحي، والناس راهم يروحوا لتركيا باش يحاولوا. اسمعوا على تركيا وشكر في تركيا والوضع الصحي وكذا، تبعوا مليحة. الناس الجزائريين بالآلاف يروحوا لتركيا باش يعالجوا هناك. حتى في تونس الجزائريين يروحوا يعالجوا في تونس. إذا كان من الأولى ومن الأفضل، ومرة أخرى نذكروهم، لأنهم راهم يستوردوا في الكورونا. وكون غير جاو يستوردوا في الكورونا وإحنا في قال والله عندنا منظومة صحية قادرة على شقاها، ما عندنا أطباء، عندهم كفاءة وعندهم الإمكانيات، خاصة لأن عندنا كثير من الأطباء عندهم كفاءة لكن تخصهم الإمكانيات. لو كان جينا في وضع مثلا بلد مثل فرنسا، بلد مثل إسبانيا، بلد مثل بسونا، سمعتوا وش قال؟ ما خلهم يموتوا أرك يقوموا بهم في تركيا وكذا. تركيا عندهم ما كاش، تركيا ما تطلوش على تركيا، هذه درها لوفان يا أخي هكذا صح. دوك نشوفو هادي درها رباح، نشوفو لكن عاود بدل رأي ولا لا لا. تبعو مليح البارح برك، هادي غير البارح. يا فاضل حياكم الله. يا فاضل، نحن اليوم السبت 21 مارس 2020 والساعة 10:04 بتوقيت الجزائر، وهذا حديثي إليكم مباشر عبر الفيسبوك واليوتيوب. أزف لون إخواني، رسميا ارتفع عدد الموتى نحسبهم شهداء بإذن الله إلى 15 شخص، وعدد الذين أصيبوا بالداء أو بالمرض إلى 139 شخص، ارتفاع كبير في تقريبا بالنسبة للمتوفين حوالي 40%، وبالنسبة للمصابين أكثر من أو في حدود أيضا 40% في يوم واحد. هل هذا يفاجئنا أو يفاجئ الناس المتتبعين للأوضاع في البلاد؟ لا بطبيعة الحال، بكل أسف وألم نقولها. ولماذا؟ يعني باختصار بسيط، الجماعة الحاكمة لا تقول الحقيقة للناس، لا تقول حقيقة الوضع. والجماعة الحاكمة تسببت بشكل رهيب وأساسي. سمعتوا واش قالكم؟ قالكم الجماعة يتنقص ما تقولكمش صح شحال ماتوا، وفي الفيديو عاودوا سمعوا ما كان نعاود نوريها لكم. في الفيديو الاولى اللي وريتها لكم كي بديت الفيديو يقول لك باللي دوك ينفخوا لو نومبر دو مور باش يديروا لي طاتسياج.
وهنا يقول لك لا لا رامي نقصوا من الموتى. شوفوا يا الخاوة عاودوا شوفوا الفيديو ما كان نعاود نوريها لكم الاولى اللي درتها، تشوفوا كيفاش يقول هادو دوك يبداو ينفخوا في الموتى وكذا باش يقول لك باللي كاين بزاف الموتى لازم يدخلوا الديور ويحبسوا الحراك، ودوك هنا راهو يقول لك لا لا دوك يكذبوا ما يقولوش صح ينقصوا لكم النومبر دو مور. شوفوا واحد شيطان يا صاحبي ما يشفاش واش يقول باسكو يهضر بزاف. وباعترافهم هم بهذه الحال وهو حينما تركت الموانئ والمطارات مفتوحين وما زالوا مفتوحين لحد اليوم بدعوى أنها تأتي بجزائريين في الخارج. تسمى هو راه يقول لكم باللي لازم تغلق كلش ما تجيب حتى واحد. هذه البارح برك البارح برك شوفوا الحميمكم واش يدير اليوم في لاباج ديالو. شوفوا نوري لكم يا خوتي هذا المنافق هذا، شوفوا كيفاش يوتيليزي لي فواياجور تاع تركيا. شوف شوف واش يقول لك، شاهد الجزائريون عالقون في مطار اسطنبول منذ اكثر من اسبوع والوضع ليس تحت السيطره. دوك راهو يوتيليزي في هاد الناس اللي كان يقول لك نون با دروا يجو باسكو راهم مراد، او يوتيليزي فيهم باش يقول لك باللي شوف عندهم سمانه هما معلقين، وهادو تركيش ايرلاين ماشي اير الجيريا هكذايا. هذا لو كان يبداو يموتوا الجزائريين غدوه بالجمله يفرح يولي يوتيليزي فيكم، يولي يقول شوفوا ماتوا باسكو الدوله قتلتهم كما قال لك الدوله يا جابت المرض بهادو. تبعوا شوفوا واش راكم ام حاصلين في الترك اللي قال لك الترك ما كاش مشكل يداويوهم. شوفوا مليح انا ديموندي ونروحوا لبلادنا اليوم، نروحوا لبلادنا اليوم نروحوا لبلادنا اليوم هم كاسين منا لي باسبور وكاع. انا ديموندي نروحوا لبلادنا اليوم، ما عندناش كونسيل حنا في الجزائر ورا القنصليه الجزائريه ورا الدوله الجزائريه وراكم وراكم ولا في التلفزيون ولا شوفوا زيطوط هو يجيبكم في التلفزيون تكتبوا 10 طائرات و15 طائره و20 طائره وحنا مع شيا من 10 ايام هنا. بارطاجيو لنا خاوتي الله يحفظكم بارطاجيو لنا ولاد مضاعوا ما ياكلوا ما يجوا دراري صغار مضيعين لي بيبي كاين لي بيبي راه مضيعين دراري صغار راه مضيعين. يا واسمك بلادنا يا بلادنا ونسالوا فيها احنا ماشي مقيم. سمعت يا سي زيطوط واش راهم يقولوا الشعب حبوا يدخلوا للبلاد ويدخلوهم ان شاء الله بربي غير ما تخاش كندا كان راه محاصل معمره 10 مليار من برا تي بو بار فير اونتي تو طون ميم طون راهم يدخلوا بار فاك باسكو كاين بزاف لي كيما يقولوا لي زيسباس ايريا مغلوقين كاين كدا سورتو كتكون في كومباني واحد اخرى ماشي تاع الجيري دونك سي دي زوبوريزاسيون سي بوكو دو بوكو طرافاي. بصح انت يا سي زيطوط كنت تقول باللي هاد الجزائريين خليهم تما يداويوهم وراك متاكد باللي يعطوا لهم كلش، واليوم راك تيتيليزي في هاد الناس باش تقول باللي الدوله عاجزه. انت شيطان كبير انت شيطان كبير انت انسان رخيص رخيص باتم معنى الكلمه، فهمت انت رخيص باتم معنى الكلمه. دوك نوري لكم يا خوتي شوفوا باش يكون شوفوا في الانجليز شوفوا في انجلترا شوف هذه في بلادك اخي انت عندك باسبور انجلي هكذا دوك نشوفوها. شوف كيفاش فرحانين يدخلوا لبلادهم. شوف يا واحد الزنديق هذه في بلادك في انجلترا جا الطيارة وليدي فهمت يا بليس عقابك. شوف ما نخليكش تريسبيري هاد الايامات حنا قاعدين في الدار قلتها بك انت كي صحابك تاع رشاد نغسلكم الغسيل هاد الايامات يعني نوجد لكم دي فيديو نطيح لكم القيمة ديالكم قدام الشعب تاع الجزائر وباذن الله ان شاء الله بربي غير نتغلب عليكم وحدي ونحل بكاع الجزائريين غير يوليو يبسكوا عليكم في الشوارع. وقلتها لك واش راني نقول لك والله ما تولي تمشي في وسطهم باسكو نعرف الجزائريين ا مومون دوني كيشوفوك بلي صح رخيص نتايا والله ما يجدو يولي يرجموك يفيقوا لك باللعب ديالك تلعب هكذا وهكذا تلعب سيرتو لي طابلو تلعب منا وتلعب من هيك
بصح راني نعس فيك، راني نعس فيك غير ما تخافش، عندي 10 سنين وانا عقابك. كون راجل قدام كاع الجزائريين نروح ندير معايا ديبا، تخافني؟ راني نتحدى قدام كاع الجزائريين وقدام لي زانترنوت اللي يتبعوك. ايا قولوا للاحرار، قولوا روح دير ديبا مع رافع اون ديريكت، قولوا جي دير معايا ديبا، نغسلو قدامكم، نعريه قدامكم، نعريه بالوثائق قدامكم، نوريكم بلي هذا ارهابي وهذا قاتل وهذا عامل ومرتزق هذايا. شوف نوري لك واحد العفصه باش تعرفوا بلي ماشي غير الجيل اللي محاصلين برا باتريمون. نوريلك اوتاوا فورا تو سكيل بو بور اباتريي لي كانديان او بيي اسيغ ترودو. اسمع C'est le début du rapatriement des Canadiens coincés à l'étranger. Un premier vol d'Air Canada quittera le Maroc en fin de semaine. Ottawa travaille avec les compagnies aériennes pour rapatrier des Canadiens de pays comme le Maroc, l'Espagne et le Pérou. Des pays d'où il est impossible de revenir à bord d'un vol commercial. Plusieurs facteurs sont pris en compte lorsqu'on décide d'où partiront les vols. Par exemple, le nombre de Canadiens dans certains endroits, les fermetures de l'espace aérien ou la situation locale. Mais tous ne pourront pas prendre place dans ces vols nolisés, notamment ceux qui présentent des symptômes grippaux. Le gouvernement assure que les efforts de rapatriement s'intensifieront au cours de la semaine. Je pense qu'on parle plus au cours des prochains jours, des prochaines semaines, de milliers de personnes. Évidemment, ça va dépendre de voir comment on est capable d'avoir les autorisations d'atterrir, d'envoyer les appareils. Plusieurs voyageurs devront être patients. La priorité sera donnée aux personnes âgées, aux mineurs non accompagnés et à ceux qui présentent des conditions médicales particulières. C'est important de s'enregistrer parce que ça permet d'évaluer les situations particulières auxquelles certains Canadiens et Canadiennes pourraient faire face. Pour les premiers Canadiens à quitter le Maroc, c'est un soulagement de rentrer à la maison. No doubt relieved, and then we'll just be indoors like everyone else. Mais le système n'est pas sans faille. Plusieurs voyageurs, dont Paul Latendresse, n'ont pas pu monter à bord du premier vol d'Air Canada, causant beaucoup de frustration. Les tensions montent, il y a énormément d'angoisse et les gens perdent patience, oui. Même son cloche pour les voyageurs au Pérou. D'attendre l'information, c'est ça le plus inquiétant, le plus stressant. Donc, on veut s'assurer d'être là, d'avoir un vol lorsque ça va arriver, si ça arrive. سمعتوا يا الخوة؟ راكو تشوفوا الكذاب هذايا. سي لو ديبي دو رابتري. راكو تشوفوا الكذاب هذايا كيفاش يكذب على لي جون تا وانا مساكنين تبعوا في الفيسبوك. يعمر لهم في قلبهم ويعمر لهم في راسهم. شوف يا الخوة باش يكسبلوزي البلاد. اون بلان مومون وين رانا خايفين كاع البلاد وخايفين عند الشعب وخايفين على المرض والموت والفاميليات وكذا. هذا الطحان هذا راهو قاعد لي كاتيك ويحرض في الشعب ويبومبي نصف في النار يا خوتي. هذا اللعنوه. ملعون هدايا، اللعنوه في لاباج ديالو، اللعنوه، هذا قتال هذا ستان كريمينال، يا خوتي، راكم تشوفوا بلي كاع العالم راهو هكدايا، اونكور لالجيريا بيروحوا يجيبوهم، يفو يعطيك لوطور، يا بلو دو فول كوميرسيال، ما كاش لي فول كوميرسيال، حبسوا لي فول كوميرسيال، لازمك تبعت لي زافيون سبيسيال وتفاهم مع البلاد هذيك، هو كان يقول لك أصلا ما تجيبوهمش خليهم تما، هادو راهم يجيبوا لنا الوباء والمرض، أصلا كان يقول هكدايا، البارح برك. في الفيديو هذاك اللي وريت لكم شتو الور هذا لازم يكون دينونسيوها. بارطاجيو لا فيديو يا صغار، بارطاجيوها باش يسمعوها والدين لي جان هادوما ويسمعوها الناس اللي محاصلين في لي زايروبور باش كيجو هنا يعرفوا شكون هو العدو تاعهم، من هو عدوهم. هذا عدو تاع الشعب يا الخوة، هذا حرق ليبيا وحرق سوريا، هذا حبط ليبيا تحت الغطاء تاع الناطو. العشية إن شاء الله نعاود لكم من فيديو دون 5 كور نبوست لكم من فيديو جديد عليهم كيفاش يضربوا في الجيش الجزائري هو ومع مخيوبة هذاك يحيى مخيوبة. نوري لكم كيفاش يمجدوا الجيش الفرنسي، يمجدوه، نوري لكم كيفاش يمجدوا الجيش الفرنسي ويسبوا الجيش الجزائري بلي فيديو صوت وصورة يا الخاوة. هكذايا تهلاو في روحكم ما توتالور إن شاء الله. سلام عليكم، ما تلقكمش، راني قاعد أنا ما كاش مشكل.